دابا عندنا واحد التمرين ديال النووي، التناقص الإشعاعي، اللي هو التمرين 9، نويدة الفانديوم. غادي نحلو هاد. سوف نقوم بحل السؤال الأول في التمرين رقم 9 في درس التناقص الإشعاعي. وغادي ندرسو دابا نويدة الفانديوم. نويدة الفانديوم في 52 23 إشعاعية النشاط بتا ناقص. السؤال يقول اكتب معادلة تفتت نويدة الفانديوم. إذا غنمشيو نكتبو معادلة تفتت نويدة الفانديوم. نوع الدقيقة المنبعثة هي من طراز بتا ناقص. إذا معادلة تفتت نويدة الفانديوم هي في 52 23، كتعطينا واحد النويدة أكثر استقرارا من الفانديوم اللي هي سي إيغ عندها أ زد زائد واحد البوزيترون 0 ناقص 1. دونك لتحديد أ والزد نقوم بتطبيق قانون صودي للانحفاض. وفي قانون صودي للانحفاض عندنا جوج، عندنا انحفاض النويات وعندنا انحفاض الشحنة. إذا انحفاض النويات عندنا 52 كتساوي أ زائد 0. 52 هاد السهم كنديرو له تساوي أ زائد 0. وفي انحفاض الشحنة عندنا زد، هاد السهم كنديرو يساوي 23 كتساوي زد ناقص 1. إذا 52 كتساوي أ زائد 0، أ تساوي 52، زد كتساوي 23 زائد 1 هي زد كتساوي 24. وبالتالي المعادلة تكتب على الشكل التالي: في 52 23 يعطيك نويدة سي إيغ 52 24 زائد البوزيترون. طريقة سهلة جدا بتطبيق قانون صودي للانحفاض. دابا جاوبنا على السؤال الأول، وننتقل للسؤال الثاني إن شاء الله. تابعونا على قناة كل عوالم، وبارتاجيو وابوناو باش تتابعوا جميع حلول